طب استاذ عمر قول لي بقى، يعني بدات رحلتك مع الجهاز ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تفكر ان انت تلجا للجهاز وطلبوا منك ايه ساعتها؟ يعني ايه الشروط اللي كانت موجوده عنده؟ هو في الحقيقه انا قصتي مختلفه شويه. تمام. احنا لما جينا نرخص انا رخصت قبل قانون الاستثمار الجديد. فاخدنا وقت طويل قوي في الترخيص، يعني اخدنا تقريبا سنه. بعدين لما بنروح عشان نرخص كان من ضمن طلبات الترخيص ان احنا ناخد حاجه اسمها قانونيه المكان من الجهاز، كان وقتها الصندوق يعني. فوقتها بنروح الجهاز بناخد ورقه منهم ان المشروع ده نقدر نقيمه في المكان ده. ساعتها ما كنتش اعرف حاجه عن الجهاز. لما هم عرفوا قالوا لي لا ده في حاجات كتير قوي طالما انت نشاط تصنيع. وقعدوا معايا وقعدوا شرحوا لي حاجات كتير قوي. بصراحه في الوقت ده ما كنتش مهتم باي حاجه، انا عاوز اخد الرخصه. بعد ما خلصت الرخصة قلت طيب احنا نروح ونشوف المواضيع اللي قالوا عليها، وخاصة كان بداية الموضوع التمويل، لان هم قالوا لنا ان التمويل ممكن يدينا اعفاء في الضرائب وحاجات مميزات تانية. المصنع عندي باسم المدام. والجهاز مهتم جدا بسيدة الاعمال. جدا لدرجة ان هم يعني ساعدتك قصة. الحكاية دي أوي أوي. شفت اللي بيبقى كويس مع مراته. ده دي فعلا دي حقيقة. وهم ادوها كورس حتى في التصدير فري. وده كان جميل جدا يعني. انا هي اللي كانت بتلف معاك والله. انا حسيت ان هي المدام. هي المدام شفتي. فهم ادوها كورس في التصدير وقالوا لنا اي كورس انت محتاجه الصندوق بيقدم 80% من ثمنه واحنا بندفع 20% بس. فدي كانت حاجة جميلة جدا. لما قدمت بصراحة كان برضو مشروعي مختلف، لأن أنا زي ما حياتك عارفة هي المشكلة دي أنا كنت بقابلها من أول يوم دخلت بدأت أشتغل فيه لحد النهاردة بقابلها. إن أنا مشروع مختلف. أنا يعني لو ملابس في مليون مصنع ملابس. لو أساس في مصانع أساس كتير. فلما بيجي الصندوق يدرس مشروع بعنده قاعدة بيانات. في حالتي أنا ما كانش فيه قاعدة بيانات. فقدمنا ورقنا. وده أثر إزاي؟ يعني تأثيره كان ايه؟ هو أخر شوية المسألة. أوكي. يعني بس لكن في الحقيقة اداني حاجة حلوة قوي. ان الناس دي قعدت ودرست المشروع. طالما درست المشروع فمعناه ان المشروع ناجح. صح. لا يعني طالما في موافقة على التمويل المشروع ما بيجازفش، فبالتالي مشروعي تقصد الجهاز ما بيجازفش. الجهاز ما بيجازفش. فمعناه ان انا مشروعي على الخط الصح. فده ادانا دفعه معنويه كمان، يعني بعيد عن ان الفلوس ساعدتنا في الاول، ادانا دفعه معنويه ان انت ماشيه في الطريق المظبوط. تمام. دي كانت البدايه. وطلبوا منا طبعا السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والرخصه. المصنع لازم تكون معاك رخصه. فيشو تشبيه، عدم بروتستو وعدم افلاس للشركه والصاحب للمصنع يعني وصاحب المصنع. ودراسه جدوى للمشروع وميزانية. دي تقريبا الأوراق اللي فاكرها يعني، بس احنا استوفينا كل الأوراق والحمد لله حصلنا على التمويل. اللي أجمل من التمويل زي ما بقول لحياتك ان هما بيعملوا متابعة دورية للمشاريع اللي ادوها تمويل. فبينزل كل فترة ناس من الجهاز يشوفوا انت كنت فين وبقيت فين. فانت بتبقى حريص قوي. بيتابعوا معاك وبيقيموا الشغل وصل لفين. طبعا ده دي من الحاجات اللي بتخليكي دايما حريص انك تطور تنجح يعني. اتطور عشان انا برضو اثبت لهم ان انا اتنقلت من مرحله لمرحله. هو المتابعه مع الجهاز انه مش بيديكي تمويل وخلاص يسيبك. لا ده هو بيقول لك خدي تمويل، استمري، انجحي، اجبري، اديكي اعلى. طب انا عايز اسمع برضو تجربه الاستاذ هيثم في الجزئيه دي، انك انت كنت شغال الاول لوحدك وبعدين بقى الجهاز بيدعمك وبيساعدك واقف معاك، قول لي الدنيا اختلفت بالنسبه لك ازاي؟ بعد دخول الجهاز معاك يعني كداعم للمشروع. هو انا زي ما قلت لحضرتك ان ده فرق معايا في حجم الشغل، ان انا بقيت بقدر اخد مشاريع كبيره لان التمويل بالنسبه للخامات ده بقى احسن. طبعا التدريب فرق معايا كتير، حجم وجوده الانتاج فرقت. طبعا بالنسبه للدهانات، لان دايما بيبقى المشكله عندنا في الدهانات دي هي الـ 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 الخنقه كلها بتحصل فيها. فاحنا لما خدنا تدريب فيها ده
فرق طبعا. قولي التدريب يعني شكله ازاي بالنسبه لك، بالنسبه للعاملين اللي معاك في المشروع؟ التدريب كان بنشتغل بايدينا الخطوات المظبوطه من البدايه للنهايه، كان في كذا طريقه تشطيب فكنا اخذناها كلها، طريقه الرش بتبقى ازاي، التجهيز الشغل بيبقى ازاي، كل ده كان موجود. وفي حاجات احنا اضطرينا ان احنا نظبطها في قبل الدهانات، يعني احتاجنا برضو مكان عشان نظبط الشغل قبل الدهان بحيث ان هو يدخل مظبوط ما فيهوش عيوب كتيره، ما يحتاجش ان هو يتعالج بطرق مش مظبوطه، فبقت قطعه الاساس بتدخل كويسه بتاخد التشطيب بتاعها وخلاص. ممتاز. قولي الجهاز بيساعدك في تسويق المنتجات دلوقتي، يعني بعد ما بقى يعني بقى لك فتره دلوقتي معهم، بيساعدوك في التسويق ولا لا، ولا دورهم بس بينتهي عند الدعم؟ لا طبعا، بالنسبه احنا بندخل بنشترك في معارض تبع من خلالهم طبعا، ده بيعرف بالشركه اكتر، إن الناس بتبتدي تعرفنا، ده برضو وبيساعد طبعا في البيع، بياخد شريحه من البيع بتاعنا طبعا.